في موضوع مستفز جدا انتشر النهارده ومثير للدهشة والناس كلها بتتكلم عليه على سوشيال، موضوع غريب غربنة السنين. يعني خالد الغندور كتب على صفحته بيتكلم عن مين؟ عن هالاند لاعب المان سيتي. خالد الغندور بيقول ايه؟ بالرغم من تألق النرويجي هالاند وتسجيله للأهداف، لكنه لاعب ضعيف مهاريا وفنيا للغاية، وأنه لا يمتلك أي مهارة مميزة. طبعا الناس قعدت تتريق على كلام خالد الغندور، لما هالاند لا يمتلك يا خالد مهارات وضعيف فنيا جدا، أنت اللي كنت تمتلك مهارات؟ حاجة غريبة جدا بصراحة يعني. فالمهم الناس قاعدة تتريق، يقول لك ده بيختلف ولا بيهزي ولا بيهبد أي حاجة. في حد يقول كده عن هالاند يا جماعة؟ يعني ردوا أنتوا، مش هرد أنا. يعني حاجة لا يصدقها عقل ولا يصدقها بشر. خالد الغندور بيقول إن هالاند ضعيف جدا، مش ضعيف بس كمان، ضعيف جدا مهاريا وفنيا ومالوش فيها، على الرغم انه بيحرز هذا الكم من الاهداف. هالاند 14 هدف في 8 مباريات، هالاند 7 اسيست في 8 مباريات، هالاند 23 سنة، هالاند هز العالم كله، هالاند اللي الدنيا كلها بتتابعه، هالاند اللي رأى بالدوري الانجليزي، هالاند اللي خوت الدنيا وكهرب الدوري الانجليزي، هالاند اللي بقي مرعب الحراس، اللي بياكل لحوم الحراس وبيفطر بالمدافعين ويتغدى بالدفندرات ويتعشى بالخصوم، بقي بالنسبة لخالد الغندور ضعيف مهريا. يا لهوي، ربنا سبحانه وتعالى يثبت عقولنا بصراحة. عموما الفنان محمد هنيدي هو اللي رد على خالد الغندور، يعني الفنان محمد هنيدي هو اللي رد على خالد الغندور بشكل غير مباشر. محمد هنيدي قال لك ايه؟ يعني بص اقول لكم بس ايه، هتموتوا من الضحك دلوقتي. بص هنيدي كتب ايه، انا شايف ان ده ابلغ رد على خالد الغندور الكلام اللي كتبه محمد هنيدي. اهو بص 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 هنيدي قال لك ايه، قال له يا ابني انت، بيكلم هالاند بيقول له يا ابني انت حرام عليك، يا ابني حرام عليك، كفايه اللي بتعمله في فرق الناس، يا ابني كفايه اللي بتعمله في فرق الناس المحترمه، احترم الدوري اللي انت بتلعب فيه، ده الدوري الانجليزي اقوى دوري في العالم، مش دوري مدارس. هو مش عيب كده يا جماعه اللي بيعمله هالاند ده؟ مش عيب يا جماعة والله العظيم. يا هنيدي جبت المفيد في كلمتين ونص، وانا شايف ان ده ابلغ رد على خالد الغندور، وان كان هنيدي لا يقصد الرد على خالد الغندور، ولكن ده رد بطريقة غير مباشرة. ده لاعب مش طبيعي يا هنيدي، والله والله لاعب مش طبيعي يا راجل. مانشستر سيتي بعت كتب على صفحته بعد الثلاثية الأخيرة بتاعت هالاند في مانشستر يونايتد، كتب على صفحته بيقول لك ايه، بروسيا دورتموند بعت لنا فان دام يا جدعان. يعني بص، المان سيتي بالعربي، صفحة المان سيتي بالعربي ردت على محمد هنيدي بتقول له ايه. اهو بص بص اهو اهو، يعني صفحة لما كتب هنيدي كلامه الرائع ده المضحك اللي يعني بيقول له هالاند احترم الناس، مش كده يا ابني؟ يا ابني احترم الدوري اللي انت بتلعب فيه يا ابني. فصفحة المان سيتي ردت على هنيدي، اهو شايف، ردت على محمد هنيدي بتقول له ايه، بتقول له بروسيا دورتموند بعت لنا فان دام يا فنان. صفحة المان سيتي بالعربية، انا نفسي صفحة المان سيتي بالعربية تبعت لخالد الغندور تقول له تقول له ايه، تقول له يا خايب، ولا تقول مش عارف، مش يعني مش عارف والله. يعني كلام خالد الغندور ابلغ حاجه ليه.
اي عايز يعمل اي حاجه في اي حاجه وخلاص يا جماعه. ده لاعب مجرم وسفاح على راي اسامه، ده مجرم وسفاح يا غندور.